يعني في يوم هبقى هنا بالظبط، خاصة لما حد مثلا يعني الحمد لله يعدي بالمشوار الرياضي اللي أنا عديت بيه، ويشوف حد زي دكتور رانيا علواني برضو كانت مثل وقدوة ليه في حاجة زي طبعا. كده، فأكيد بيكون حلم من أحلامه ده. بس يمكن لما الحاجة بقى يعني زي ما نقول إيه، ترتيبات ربنا كده حصلت، فلا حسيت إن هو ده فعلا وقتها، وما ترددتش لحظة إن أنا أعمل كده طبعا. قابلت الكابتن الخطيب قبل ما الانتخابات، قبل هندخل الانتخابات وكده، كان في لقاءات قبل كده ولا هي وقت القائمة أو التجهيز للقائمة؟ لا أكيد كان في طبعا اتصالات ما بيننا، يعني لازم هو كان طبعا محتاج إن هو يعني يتعرف على شخصيتي أكتر، يعرف عني حاجات أكتر، عن رياضتي، عن شغلي، فأكيد طبعا حصل اتصالات. أول اتصال كان إيه بين كابتن الخطيب ليكي؟ أول اتصال إن هو يعني كان زي ما نقول قال لك كده ايه إيه، يعني بقى كذا قولي لي. لا هو الحقيقة ما كانش حاجة معينة أكتر من هو زي ما بقول حضرتك يعني زي تعارف أكتر، وواحدة واحدة طبعا كل ما بنتكلم أكتر بدأنا نتقابل أكتر، الحاجات دي كلها بتعمل لا بيسألك كونكشن لو يعني. هتنزلي انت مفكر كذا، ايه رأيك، افكارك ايه، بيسمع طبعا منك. بالظبط، بيتعرف عليا أكتر، يشوف أفكاري، إنجازاتي الرياضية، حياتي العملية، وهكذا يعني. فدي كانت أول مرة، ثم بعد ذلك قابلته بنجهز داخلين القائمة. عرفتي امتى بانك ضمن قائمة كابتن محمود؟ بالتأكيد لما هو كلمني، يعني أنا يمكن عرفت من بعض المقربين ليا، بس بالنسبة لي كل ده يعني أكيد مش حاجة مؤكدة. اتأكدت لما هو بدأ يكلمني وقال لي إن خلاص هنعمل كذا. لما القريبين قالوا لك انت داخله انتخابات مع الكابتن محمود، كان ايه الشعور، الاحساس، انا داخله مع الكابتن محمود الخطيب؟ أكيد طبعا حاجة يعني كبيرة مش وفخر كده؟ شديد يعني، أكيد طبعا. وفكرة ان هو برضو يثق فيا وفي قدراتي، اكيد دي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي يعني. بيحملك مسؤولية اكيد طبعا كبيرة. مسؤولية كبيرة طبعا، يعني خدمة النادي الاهلي دي اكيد طبعا مسؤولية كبيرة جدا، خاصة ان انا برضو سني يعتبر يعني لسه اكسبيرينس جديدة وسن صغير، فدي طبعا مسؤولية كبيرة، لكن في نفس الوقت شرف وفخر كبير جدا يعني. لما بدأت القائمة وإعلان القائمة وبدأت الناس تبارك لك أو تكلمك وخدت دعم كبير جدا من فريق السباحة، رجال أو سيء، مش كده؟ مظبوط دعم ضخم يعني ما مظبوط، شاء الله. نعم، كلهم واقفين كلهم وراك. كلهم زمايلي طبعا، في منهم القريب مني في السن، هو انا غالبا اكبر واحده في كل اللي حضرتك شفتهم، وكنا زمايل مع بعض في المنتخب، بنسافر مع بعض سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب المصري، فانا طبعا بشكرهم جدا من خلال حضرتك هنا واحد واحد يعني، ويعني ان شاء الله اكون عند حسن ظن الجميع يا رب. كابتن الخطيب قال لكم ايه لما قعدتوا كلكم القايمه؟ قال ايه كابتن الخطيب ليكم؟ احنا عادة يعني بنبدأ نشوف الافكار، كل حد ممكن يعني بيعرض الرؤى بتاعته، علشان عن طريقها طبعا مع استكمال البرنامج والبرنامج اللي هو طبعا كان اوريدي حاطه ال4 سنين الجايين، في حاجات احنا بنبدأ نرصدها كمان زيادة من الاعضاء، وهو مهتم بالحتة دي جدا، فده طبعا بيعمل يعني زي ما نقول ايه تطوير اكتر للحاجة اللي موجودة، يعني بحيث ان هي تطلع بشكل احسن كمان. الندوات